أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Oh,
وَاشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يأبى الشهداء فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب واتقوا الله ويعلمكم الله
هكذا خلي الإيمان من الأسباب. كنا نستمع القرآن الكريم على تلاسل القارئ الشيخ عبدر الهداوي القاري والمقيم بمركز ومدينة دمنهور على مقدرة الصوت وفرش الحديثة الكبرى والمعرض الفني كترتبت من تحت إدارة المتقرين على الله أولاد الشناوي المقيمين بالمساكين. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا